أما موضوع الدرس فهو عما يتعلق بإقام الصلاة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها الركن الثاني من أركان الإسلام. من ذلك النية، فإن الصلاة لا تصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد دلت الآيات الكريمة على ذلك، على اعتبار النية في العبادات، مثل قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وقال تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. والآيات في هذا كثيرة. وقال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فالنية شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. وهي في الحقيقة ليست في الأمر الصعب، ليست بالأمر الصعب، النية ليست بالأمر الصعب. كل إنسان عاقل مختار يفعل فعلا فإنه قد نواه، ما تحتاج إلى تعب. أنت تأتي إلى المسجد، لماذا جئت؟ الجواب: لأصلي. تكبر وأنت ناون الصلاة، لا شك، ما كبرت عبثا، فلا تحتاج إلى تعب ولا تحتاج إلى نطق، محلها القلب. إنما الأعمال بالنيات، محلها القلب، ولا حاجة إلى النطق بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية، ولا أمر أمته بالنطق بها، ولا فعلها أحد من أصحابه فأقره على ذلك. فالنطق بالنية بدعة، هذا هو القول الراجح، لأنك كأنما تشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يصلون، ليس فيهم أحد نطق قال: اللهم إني نويت أن أصلي. وما أدرك قصة ذكرها لي بعض الناس عليه رحمة الله، قال: إن شخصا في المسجد الحرام قديما أراد أن يصلي فأقيمت الصلاة، فقال: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات لله تعالى خلف إمام المسجد الحرام. لما أراد أن يكبر قال له الرجل: اصبر إلى جنبي، اصبر، باقي عليه. قال: وش الباقي؟ قال: قل في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني من الشهر والسنة حتى لا تضيع، هذه وثيقة. فتعجب الرجل، وحقيقة أن محل التعجب: هل أنت تعلم الله عز وجل بما تريد؟ الله يعلم ما توسوس به نفسه. هل تعلم الله بأنك ستصلي 4 ركعات الظهر العصر العشاء؟ ما لها داعي، الله يعلم هذا. فالنية محلها القلب.